احمد نقاط سريعه بيان النادي الاهلي قراته ازاي؟ بيان متوازن جدا يا استاذ احمد، وانا عايز الخصه لحضرتك في منشط صحفي كده، القلعه الحمراء اظهرت للكاف العين الحمراء. كويس قوي، برافو. صح، كان الحقيقه بيان متوازن، وبينم عن ان في مسؤولين في النادي الاهلي عندهم اولا احساس بالمسؤوليه الوطنيه وبالعروبه. اول فقره في البيان يا استاذ احمد زي ما حضرتك قلت بيتكلم عن العلاقه الطيبه والوديه جدا مع المغرب والشعب المغربي. دي ناس مسؤوله في النادي الاهلي. الموضوع مش ماتش كوره وخلاص نكسبه، الموضوع اكبر من كده بكتير. وحضرتك لخصت القصه في انه هناك فساد رهيب. يمكن النادي الاهلي ما حطش كلمه الفساد طبعا، لانه في النهايه هم ما يقدروش يقولوا فساد دلوقتي، هم مستنيين للمؤتمر الصحفي العالمي علشان يكشفوا فيه كل هذا الفساد. لكن هناك تخبط وهناك ظلم فادح. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد اضافه للي انت قلته، ان هناك وعد من الاتحاد الافريقي صريح تحدث عنه الاستاذ سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المحترم، تحدث عنه في القنوات الفضائيه المغربيه بعد قصة 2019 لما الوداد ظلم أمام الترجي التونسي في النهائي، وكان ساعتها النهائي بيقام ذهابا وإيابا. نعم. وظلم الوداد في الذهاب وفي الإياب ولم يستكمل المباراة لأن ما كانش فيه فار في ملعب رادس في تونس. فمسؤولين الاتحاد الإفريقي باعتراف رئيس نادي الوداد قالوا له كمل المباراة، وإحنا بنوعدك أن أنت السنة الجاية هنعوضك. يا أستاذ حمدي أنت بتتكلم إزاي؟ تخيل يا استاذ احمد، حضرتك بتتكلم بتقول لي انه قالوا له كده؟ ده باعتراف الاستاذ سعيد الناصري في قنوات تلفزيونيه مغربيه. وانا يعني ان شاء الله بعد الحلقه البطوله متفصله هبعت لحضرتك ان شاء الله. معلش انا اسف، البطوله متفصله بالشكل ده؟ متفصله يا استاذ احمد. انا عايز اقول لحضرتك ان من 2019 الاتحاد الافريقي والمسؤولين رغم تغير الرئيس لكن المكتب التنفيذي تقريبا بنفس الاعضاء. عندهم احساس بالذنب وعايزين يدوا الوداد البطوله باي شكل. احنا هنا يدوا هي ايه يدوا ده كوره شكل في من المساعده في يعني هو فين طيب التنافس هنا في كره القدم؟ ادي لحضرتك دليل يا استاذ احمد. في 2020 اللي هو بعد واقعه الوداد والترجي على طول كان ملعب محمد الخامس مطروح ان هو يستضيف النهائي، لولا ان النادي الاهلي والزمالك وصلوا لنهائي القرن في 2020 فلعبنا هنا طبيعي ولعبنا في استاد القاهره. كانت معموله قرعه وانه لو الرجاء والوداد وصلوا للنهائي يلعبوا في محمد الخامس. المهم يعني كان مطروح ان يتلعب النهائي في المباراه دي. في 2021 اقيمت المباراه في ملعب محمد الخامس وكان تمهيدا لانه الوداد يوصل للنهائي لانه كان بيلعب مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي. لكن سبحان الله كايزر تشيفز اخرج الوداد من البطوله وراح النادي الاهلي خد اللقب في ملعب محمد الخامس السنه اللي فاتت. السنه دي يتم الترتيب بشكل مريب جدا ان المباراه تقام برضه في ملعب محمد الخامس. مع كل الاحترام لاخواتنا المغاربه احنا ما عندناش اي لا عداوه ولا كراهيه معاهم. نعم، بس اللي بيحصل ده ما فيهوش حاجه. احنا بنتكلم على الاتحاد الافريقي، ما بنتكلمش على طبعا احنا بنتكلم على الاتحاد الافريقي، على الفساد اللي موجود في الاتحاد الافريقي. فساد واضح جدا يا استاذ احمد، واللي بيحصل ده كان لازم يتصدى ليه النادي الاهلي. ولكن انا احييك على رايك في مساله عدم الانسحاب، مش النادي الاهلي اللي ينسحب. ولما حصل سنه 94 انه الراحل العظيم صالح سليم خد القرار بالانسحاب، الناس كلها قالت ان ده تقريبا اسوأ قرار في تاريخ الكابتن صالح سليم. عطل النادي الاهلي والقابه وبطولاته وعرضه لعقوبات رهيبه، 3 سنوات ما بيشاركش في بطولات افريقيا، والاتحاد الافريقي بلغ الاتحاد الدولي بالقرار، وبالتالي منع الاهلي من المشاركه في اي بطولات على المستوى الدولي. كان قرار خاطئ جدا بصراحه. لا الاهلي مش هيقرر، ما يخافش يلعب في اي مكان، ياما جبنا بطولات من خارج ارضنا الاهلي. بالظبط كده. وفي 2012 يا استاذ احمد عايز افكر حضرتك كان النادي الاهلي متعادل في ملعبه 1-1 مع الترجي التونسي وراح جاب اللقب من تونس من ملعب رادس بالفوز 2-1 وحصلت كتير. ومع الصفاقسي في 2006 احنا ما عندناش مشكله، احنا النادي الاهلي واحنا معاه بنبحث عن العداله فقط. لا، وانا سعيد جدا بموقف المسؤولين النادي الاهلي. بالظبط كده، احنا في النهايه واثقين في لعيبه النادي الاهلي وفي رجالته. لكن ادارته تحترم جدا في القرارات اللي خدتها النهارده يا استاذ احمد، قرارات متوازنه صحيح ومحترمه جدا وانا بحييهم عليها. ومساله الانسحاب دي يعني بعدوا عنها تماما وده الصح.
ما ينفعش ان النادي الاهلي ينسحب. لا، الاهلي يلعب تحت اي ظرف. صحيح. ولاعيبه النادي الاهلي رجاله كمان دفعه اقوى، كل الظروف اللي حواليهم ربنا يكرمهم ان شاء الله، يبقى هي دي بطوله يعني ولا اجمل ان شاء الله. كل اللي بيحصل ده حوافز اضافيه يا استاذ احمد، وانا عايز ادي لحضرتك بقى حاجات يعني سريعه جدا فنيه. النادي الاهلي في ربع النهائي لعب في نفس الظروف واصعب، ومع الرجاء المغربي في نفس الملعب. أيوة. وكان فايز فوز محدود جدا 2-1 في القاهره، راح هناك تعادل 1-1 وبمنتهى الرجوله وشخصيه النادي الاهلي وتاهل الى نصف النهائي. الوداد المغربي المنافس يا استاذ احمد في ربع النهائي لم يفز على ملعبه، فاز خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري، فاز 1-0 في الجزائر وتعادل في ملعب محمد الخامس. في نصف النهائي فاز خارج ملعبه على بيترو اتلتيكو الانجولي 3-1 وتعادل بشق الانفس ونجا من خساره من بيترو اتلتيكو على ملعبه وتعادل 1-1. عايز اقول لحضرتك لعيبه الوداد امام جماهيرهم بيبقوا مضغوطين جدا جدا. فالنادي الاهلي لو استغل هذا العمل لصالحه ولعب بتوازن وهدوء ان شاء الله هيرجع من محمد الخامس الملعب الشهير دلوقتي في افريقيا اللي هو كانه ما فيش غيره يتلعب فيه النهائيات. النادي الاهلي باذن الله هيرجع باللقب ويحقق انجاز فريد، ما فيش فريق في افريقيا يا استاذ احمد في تاريخ الشامبيونز ليج خد 3 ألقاب متتاليه. ان شاء الله يكون النادي الاهلي ان شاء الله اول فريق يعملها باذن الله في افريقيا. استاذ حمدي حسين بشكرك شكرا جزيلا. نطلع تقرير.